1897. دراكولا هي رواية، والرواية هذه كانت متجسدة على شخصية كان اسمها دراكولا أو كاونت دراكولا، وساكن بترانسلفانيا. بس أساس القصة والشخصية هذه مأخوذة من قصة تاريخية، وكان إمبراطورهم معروف إنه كان اسمه فلاد إمبيلر اللي هو الخازوقي. فهذا الوي، شفتوا الوي أبو شنب، هذا هو الخازوقي. وسووا حتى قبل فترة بسيطة سووا فيلم اسمه دراكولا أنتولد، كان يتكلم عن القصة بس بطريقة شوي كوميكية أو فيديو جيمية. 1931 كان أول فيلم سووا حق قصة أو نوفل دراكولا، ومثلها شخصية اسمها بيلا لاغوسي، هذا وجهه. اشتهر دراكولا من هالفيلم. عقبها بالخمسينات هم في فيلم، بالخمسينات هم في فيلم تكملة حق دراكولا، كان يمثلها الممثل هذا كريستوفر لي، مو مال لورد ذا رينج، مو هذا هو نفسه، بس مثل فيلم دراكولا. وعقبها صار في فيلم بعد برام ستوكر دراكولا انتولد حق الممثل شو اسمه غاري اولدمان، وكان هذا من احلى افلام دراكولا اللي انا مرت عليه، وكان من جيلي. فقررت نتفليكس للمره الالف انها تتدخل وتسوي فيلم ومسلسل. مثل ما قلت نتفليكس، يا انها تسوي شيء حلو جدا، يا انها تسوي شيء يخفس بالدنيا الارض. فسوت مسلسل اسمه دراكولا. اول شيء انتبهت له ان الممثل هذا حيل يشبه هذا، حطه على وجهه عشان تشوفون هذا يشبه هذا، حيل هذا يشبه هذا، خلوها اسود ابيض نسخه ما شاء الله. والتمثيل اداءه كان رائع، التمثيل. والمسلسل 3 حلقات، الحلقه الواحده ساعه ونص، يعني المسلسل الحلقه الاولى كان هم يتكلم من بدايه القصه انه في شخصيه اللي هو هاركر يكون هو محامي ويبي يبيع ارض حق كاونت دراكولا منطقته، ولكن ينحبس بالقصر ويصير له احداث. فهذا كانت الحلقه الاولى، ما بحرق عليكم اكثر من كذي عشان اللي بيشوفه. الحلقه الاولى كانت رائعه، انا ما اعطيها اقل من 9 لهالدرجه. الحلقه الاولى كانت وايد حلوه، وتحمست حق الحلقه الثانيه. الحلقه الثانيه دراكولا هنا بينتقل من مكان اللي هو فيه الى انجلترا او بريطانيا عن طريق السفينة طبعاً، ويصير أحداث بالسفينة نفسها. هني المسلسل تحول إلى كلودو اللي هو جريمة، منو اللي قتل؟ طبعاً الكل يدري إن القتل هذا، بس إنه شو القتل؟ لازم نوعاً ما كان ممل بالبداية، على قبل النهاية يصير شغلات حلوة. نهاية الحلقة يعطيك تويست اللي فر مخي 400 درجة، قلت واو. ولكن مو بقوة الحلقة الأولى، فهني أنا أعطيتها تقريباً نوعاً ما 7. الحلقة الثالثة أول ما بلشت بعد نص ساعة من الحلقة الأولى الثالثة، أنا قاعد طالع مسلسل شنو، أنا خفت دشيت مسلسل هاي سكول ميوزيكال ولا شغلة، لأن طلع برا الرذم، الأحداث صارت مليقة، ما في قصة، وبعد كل التركيز على الحلقة ليش دراكولا يخاف من الصليب، وليش يخاف من الجام، وليش يخاف من الثوم، وليش يخاف من الشمس. هذا كله احنا نوعا ما اللي شاف افلام يعرفون هذا الشيء، خلينا نقول من الافلام سابقة، فتقدر تقول عشان تشيتشي. هني هذا المسلسل قرر انه ياخذ منحنى ثاني، قال ليش يكره تشيتشي؟ لانه نوع، يعني خلينا نقول لكم مثال، لانه يكره ايس كريم باسكن روبنز، من كذي هو ما يحب الشمس، يتذكر باسكن روبنز، يتذكر. شفتوا مهما اقول لكم ما راح تستوعبون، لان تطالعون انتم بنفسكم، واتمنى ما تطالعون، بس اذا طالعتوا الحلقه الثالثه راح تفهمون شنو قصدي. لان الحلقه الثالثه طير المسلسل من 9 ل 7 الى 3. يا يمه المسلسل حرام عليكم نتفليكس، ليش كذي؟ طاح ادري نتفليكس حرام عليكم، والله العظيم كان مسلسل قوي، والله العظيم ما يصير. كأنك قاعد تشرب شي بيبسي بار، اخر شيء تكرمون دوده دشيتوا لزهوي، اخر حلقه لا اغمى عليه هناك، لا اقول لكم تبي تطلعونه طلعوا اي شيء دراكولا، شوفوني انا مثل دراكولا بعد يومين ما عندي مانع. بس الحلقه الثالثه انا اقول لكم نصيحه، طلعوا الاولى والثانيه، بس اقول لكم لقطات اذا اقول لكم في خلاعيات، بس هو يطلع المالته اللي ورا، غير كذي ما قلت شيء. ادري نهايه الحلقه الثانيه راح تتحمسون حق الثالثة، ولكن لا تطلعوا الثالثة، والله راح تكرهون حياتكم
من هو دراكولا، راح يتهزع، راح يصير دراكولا وهو الخياط، هو فريدون الخياط، فلا تطلعون. فدراكولا ما اقدر اعطي اكثر من 6 خفس في هذه الحلقه الاخيره، خف 6 والله العظيم حرام حرام. واتمنى ما يسوون سيزون ثاني، لان شوفوا بعد الحلقه الثالثه اذا بحرق عليكم المفروض ما في ثانيه، بس عادي درسوا ما دام الحلقه الثالثه كذي معنا. ف يلا ما بيطول اكثر من كذي، فمسلسل دراكولا نفسك اللي بيطلع يطلع حياكم الله، اللي ما بيطلع ترى راح احذرتكم. كيفكم 3 واو ها والله العظيم كرهتوني بعيشتي ورب الكعبه.